الشكر عبد القادر احمد خالتي عراقي من كردستان دهوكي اسم موظف من ريفابريو جشتيو سخلمي دهوكي ماما ابايا من المواطنة سندس نجم عبد من العراق أشتغل لربة بيت أنا اسمي عثمان صالح حمد من العراق محافظة أربيل كنت أشتغل سائق تاكسي شان الناس خالد إبراهيم خالد إبراهيم يحيى تماني من هو 6 سالة خالكي زاخومة أو 4 مانجي هاتي فيري إيشي من والله من خياب أمن ماينات بن في كان بيفا وحالة ماجي جلك جرانة ما ناخوش تلابت مادا هاي يعني ناخوش بن في كان بيدا وأم هر ماينات شاوري كيري دا ما دار باس كان جفيري بس شبو ما نهات يكرم حتى نوكا حالتي نفسي بو ما تشي بيليرا كل أسبوع مرتين 3 مرات يجي منظمة IOM يجيب لنا الغذاء والخبز يعني ما لو ما كان IOM كنا يعني ما مرتاحين جوعانين كلش بس هم كانوا يساعدونا ويحكوا ويانا يقولون اذا تريدون ترجعون احنا هم نقدر نساعدكم فعلا ساعدونا لحد الان وساعدونا واليوم هم جابونا للمطار ودونا على مود الفحوص مال الكورونا نشكرهم كل الشكر احنا قررنا الرجوع للعراق بسبب قلة ال شو اسمه الأموال ما عندنا والصحة على مود الأولاد جئنا يعني البيلاروسية يعني راح أقول على مود الهجرة وتعرضي ثاني الحادث يعني حادث سير وظليت في بيلاروسيا مدة 6 أشهر يعني ساكنة فيها لأنه كنا في المستشفى وأخذنا العلاج وعلاج ابني كان معايا وبعدين عن طريق يعني ناس متواصلين أو جايين للمنظمة يعني قدمتوا لهم المساعدة فأنا اتصلت بالمنظمة وإجيت وقدمتوا لي أيضا المساعدة يعني قمت بالواجب وكل شيء منظمة IOM يعني قدمت كامل المساعدات وفرت لنا السكن الطعام علاج ابني يعني أيضا طونا علاج كملوا باقي فحوصات ابني ومن عند يعني راحوا ساعدونا هسه في الرجوع إلى البلد من راح أصل إلى بلد يعني أكيد راح ألتقي بعائلتي وأكمل علاج ابني بس فيري شكر بوخدي ریک خراوا ایو ام هات هاری کاریا مکر نزبا خانم و خانم نزبا صحی نزما هاری کاری بو وگریان اول عراق از موجودم از پشیمانینم که وگرم اول بو کردستانی از پشیمانینم جبر چه از پشیمانینم وکی مگود الفیره من قره که من وکی حال نفسی ایو بو چه بو شکر بو خوده رخرا و IOM هاری کاری کوریا من کرد علاج بو اینان ام ممنون تو اینا زور سپاس بو وانا کو گل هاری کاری وانا بو اینان علاج بو کوریا من شکر بو خدای بگو که کوریا من باشه و از دیگر ما وجی بو کردستان هاری کاری رخرا و IOM او جی ریکا وانا